مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبد الله، رعى وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري حفلة توزيع جوائز مسابقة ابتكر من أجل اللاجئين التي أطلقها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي بالتعاون مع مجموعة زين وMBC الأمل. وجاء اختيار الفائزين خلال الحفل الذي أقيم على المسرح الرئيس لمجمع الملك حسين للأعمال بعد انتهاء جولة التحكيم والمداولات التي شاركت بها لجنة مكونة من 5 خبراء من مختلف الاختصاصات. وقالت رئيسة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هلا فاضل: إننا نشكر جلالة الملكة رانيا العبد الله على رعايتها الكريمة لحفل توزيع الجوائز، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقيم هذا الحفل الختامي هنا في هذا البلد الكريم الذي احتضن اللاجئين بشغاف القلب. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين سكوت جيجنهايمر: إننا على ثقة كبيرة بأن هذه المسابقة وابتكارات الفائزين بجوائزها ستساهم في بناء مستقبل أفضل للعديد من اللاجئين في مختلف أنحاء المنطقة وما ورائها. وساهم في المسابقة مجموعة واسعة من البلدان وأكثرها من الأردن ومصر ولبنان، وتوزعت الطلبات على أبرز فئات المسابقة المتمثلة في الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. وقد استأثرت السيدات بنسبة 32% من عدد الطلبات المشاركة، بينما تقدم اللاجئون بنسبة 15% منها. الكومبيتيشن كان عبارة عن دعم للاجئين، مشاريع اللاجئين، ونحن شركة بولور الأردن بالتعاون مع شركة بانكيو، احنا الفريق الأردني الوحيد اللي كنا مشاركين بهذه المسابقة. المشروع تبعنا بيحكي عن توفير هوية إلكترونية للاجئ بمساعدتهم أنه توفير هاي الهوية الإلكترونية يحتفظ بكل جميع الريكورد الخاص فيه، من هويته، الهوية من دراسته، شهاداته، إذا كان في عنده تأمين صحي، زائد بموضوع المحفظة الإلكترونية. إحنا بنأمن له محفظة إلكترونية، ومن خلال المحفظة الإلكترونية بيستطيع انه اللاجئ كمان انه يقوم بعمل عمليات شراء او بيع او تحويل فلوس من اللي بياخذها من المعونات اللي بياخذها من UN الى عائلاتهم في سوريا، او يستعملها داخل البلد عن طريق ربطنا مع مشغلين الخدمة المعتمدين من البنك المركزي الأردني على مشروع جوموباي. اليوم سعيدين باستضافة مسابقة MIT ابتكر للاجئين، وشفنا العديد من المشاريع اللي ذات النوعية الممتازة، وكان صعب جدا نختار المشاريع الفائزة من بناتهم، وكلها مشاريع هادفة وبتحل مشاكل للاجئين، والأردن بحاجة لمثل هاي الحلول. وهذا سبب احنا كزين الأردن دعمنا وانضمامنا لهاي المبادرة كدولة محتضنة لعدد كبير من اللاجئين السوريين. يشار أن مسابقة ابتكر من أجل اللاجئين أطلقت في حزيران 2016 بالتعاون مع مجموعة زين وMBC الأمل، وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الخيرية.